أكيد حضراتكم بتتفقوا معايا بأنه اللهجة المصرية منتشرة في عالمنا العربي كله. طيب تعالوا نرجع هذا الانتشار للهجة جه إزاي؟ يعني إزاي وأنا مثلا يعني بروح في المغرب العربي فلاقي الناس عارفة اللهجة المصرية، لما أنت تكلمهم باللهجة المصرية عارفينك، تروح منطقة الخليج، تروح في أفريقيا في الجنوب اللهجة المصرية معروفة. سبب انتشار اللهجة المصرية هو حاجتين: بداية الإذاعة والتلفزيون، ولما بدأت الإذاعة المصرية في الخمسينات والتلفزيون تلاها في الستينات كان لديهم دراما مسلسلات، والمسلسلات كانت بالتالي في المناطق العربية كان لسه ما بدأش الإذاعة والتلفزيون بشكل كبير، وما بدأتش حتى الدراما. مع انتشار الدراما المصرية والسينما طبعا لها باع كبير جدا، بدأت انتشار للهجة المصرية. الدول العربية كانت بتلاقي في اللهجة المصرية البساطة، وطبعا الموضوعات اللي كانت مقدمة في السينما موضوعات لطيفة واجتماعية وكوميدية، فكان طبيعي جدا هو انتشار اللهجة المصرية. أنا فاكرة كويس قوي أني رحت يعني في أواخر التسعينات كده، منتصف التسعينات، كان عندي رحلة عمل في المغرب، ودخلت مكان علشان نشتري أكل يعني، فكان معايا زميلة ليا وبتكلم طبعا بلهجتي، فلقيته وقف ورجع ورا وما بقتش فاهمه هو بيقول ايه بالظبط، يعني بيتكلم شويه طبعا باللهجه المغربي وبالفرنساوي. فاللي انا فهمته منه انه مش مصدق، انا قلت عرفني، ما كنتش مشهوره قوي ولا حاجه، لا عارف هو تصور انه لهجتي المصريه، قال لي دي لهجه التلفزيون ولهجه السينما، فاتكلمي اتكلمي. فهو كان عايزني اتكلم لمجرد انه مستمتع بسماع اللهجه المصريه. طيب السبب اللي أنا بقول عليه اللهجة ليه؟ لأنه اللهجة أساسها هي الدراما، سينما وتلفزيون، ومسلسلاتنا الدرامية وانتشارها وانتشار موضوعاتها خلى كمان اللهجة تنتشر، وخلى يبقى فيه كده الهوية المصرية معروفة. طيب يبقى احنا متأكدين وعارفين من يعني تفوق الدراما المصرية والسينما، فلازم نحافظ على هذا التفوق. اللي حصل النهاردة واللي أسعدني أنا شخصيا، لأنه الإنتاج الدرامي مهم، مش مهم فقط للصناعة اللي هي مهمة جدا، ولكن مهم لحاجات كتير جدا، مهم للهجتنا المصرية، مهم للموضوعات، مهم كمان للسوق، مهم إنك تفضل محافظ على صناعة أنت بذلت فيها مجهود كبير جدا علشان يبقى عندك الريادة فيها. النهاردة عقد اجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، وهذا الاتحاد منتجي مصر ضم في اجتماعه الأول 18 شركة، 18 شركة دول من أكبر شركات الإنتاج في مصر، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طبعا في إطار اللي احنا بنتكلم عليه التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، حرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي. المهم كمان جدا في يعني هذا التنسيق وهذا يعني الاجتماع الكبير اللي هيبقوا فيه منتجين الأعمال الدرامية مشتركين سويا، أعتقد أنه هيكون مهمته كمان في تظبيط السوق المصري والمنتج المصري، بحيث أنه تبقى الصناعة متحافظ عليها، مفيش حد ياخدها فوق قوي وحد ينزل بيها، ويبقى فيه ضوابط مهمة جدا تحافظ على هذه الصناعة. اتفق الحضور في هذا الاجتماع المهم على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية لتنظيم وضبط السوق الانتاج الدرامي، وده مهم جدا، ومش بس السوق لكن أدواته وألياته والأجور كمان، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية اللي بيشكل طبعا نمو وتطور لسوق الانتاج الدرامي، والحفاظ في تلك الصناعة الهامة اللي احنا كلنا بنهتم بيها. أكد كمان الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد. طبعا ده خبر مهم، وخبر مهم لكل صناع الدراما في مصر. خليني أمسي على واحد من يعني المهتمين بالصناعة، وأيضا من اللي قدموا حاجات الحقيقة حلوة جدا وحاجات كلها ناجحة، المنتج طارق الجنايني. مساء الخير يا طارق. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. الخبر الحمد ده لله. اعتقد خبر جميل وخبر مهم، فقول لي انت انطباعك على هذا الخبر، وانطباعك ايضا على يعني هذا التنسيق واتحاد منتجي الدراما. طبعا انا بشكرك على المقدمه جدا، وحضرتك لخصتي حاجات كتيره قوي من اللي احنا عايزين نقولها. احنا دي خطوه كان بقالنا كتير قوي عايزينها تحصل،
فبحب اشكر جدا الشركه المتحده على ان هي اللي جمعتنا للموضوع ده. الدراما المصريه جزء مهم جدا 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 من التكوين بتاع الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه. زي ما انت بتقولي انت النهارده اللي بيخلي اللكنه المصريه هي اللكنه المنتشره اكتر في كل الدول العربيه هي اللي لو اتكلمتي مصري في المغرب، في الجزائر، في السعوديه، في الامارات، في ليبيا، في السودان، اللهجه المصريه هي اكتر لهجه مفهومه. هو بسبب المسلسلات والافلام المصريه. صحيح. لان هم كلهم كبروا وتربوا عليها، فاحنا النهارده شايفين ان السنين اللي فاتت الحمد لله المكتسبات اللي عندنا من الدراما المصريه ممتازه من ناحيه مستوى الانتاج، من ناحيه المواضيع اللي بتتناقش، من ناحيه حاجات كتيره جدا انا شايف ان احنا قطعنا فيها شوط كبير ومهم جدا. فوجود اتحاد زي ده كان خطوه لازم ان هي تبقى موجوده عشان اول حاجه نحافظ على ما سبق وننسق وننظم اللي جاي. تمام. لانه اي صناعه في العالم بيبقى ليها اتحاد بيدير الشؤون الموجودين فيها. احنا للاسف كل السنين اللي فاتت دي عمر ما كان في اتحاد للمنتجين المصريين بينظم اليه العمل. فده علشان كده دي حاجه بسطانه جدا. احنا اكشلي لسه مجتمعين دلوقتي برضو تاني النهارده. امبارح كان اول اجتماع شركات انتاج محترمه جدا برضو بتزيد على الشركات اللي كانت موجوده امبارح. واحنا مستمرين لغايه ان شاء الله باذن الله لما نوصل لاكثر صيغه مناسبه لينا نقدر نظبط بيها العمل للفتره اللي جايه. أكيد، وخصوصا كمان إنه إحنا خلاص مقتربين على رمضان 2024، وطبعا رمضان ده مهرجان للدراما طبعاً. المصرية ما بقتش بس بتنور الشاشات، هي الدراما بتنور كمان المنصات اللي هي يعني طبعاً. المنافسة طبعاً. الأعظم والأكبر دلوقتي في العالم. فلو ما كانتش منصات قوية بأعمال درامية قوية مهم، لأنه الجيل الجديد بيتابع زي ما بيتابع التلفزيون بيتابع المنصات. فأنت عايز إنتاج ضخم وإنتاج يعني في قوة بين الشراكة بين المنتجين، وعايزة إنتاج يمثلك. يعني أنا النهاردة ما أقدرش ألوم على إن لو في منصات معينة في دول معينة بتتكلم في مواضيع معينة. صحيح. ده موضوع يرجع له أنا. صح. ما أقدرش إن أنا أقول له يعمل إيه أو ما يعملش إيه لو ده معبر عن المجتمع اللي عندي. بس صحيح. اللي أنا أقدر إن أنا أعمله إن أنا أعمل المواضيع بتاعتي أنا برضو اللي تمثلني أنا، اللي تتعامل بطريقة إن هي تبقى حلوة كفاية بإنها تخلي الشباب والصغيرين والكبار اللي عندي يحبوا ان هم يتفرجوا عليها. صحيح. دي الطريقه الوحيده لمنع انتشار اي افكار مش ملائمه لينا. انما صح. فكره ان احنا نقول هنمنع مش هنمنع هنعمل لا، ويبقى عندك القوه الدراميه بتاعتك، يعني افكارك، الهويه بتاعتك، وده اللي طول عمرنا وده اللي الحاجات طول عمرنا بتاعتنا. وعايز ترد يعني. كمان افرض انت عايز ترد على افكار مغلوطه، رد عليها بالفن. شبكي انا هقول لك على حاجه، احنا كلنا حضرنا مع بعض 30/6/2013. طبعا. هل كل اللي اتحكى وكل البرامج بتاعه الشاهد عن على العصر وكل صحيح. المقالات اللي اتكتبت وكل الحاجات اللي اتعملت ده هل عمل كله مجتمع على بعضه؟ هل عمل ايفكت زي اللي عمله الاختيار الجزء الثالث لما شفنا صحيح. لايف قدامنا الناس دي كانت بتعمل ايه وكانت طبعا. بتتكلم تقول ايه وبأني طبعا. طريقه والبادي لانجوج كان عامل ازاي صح. وكل الكلام ده. المحتوى المرئي قوته آلاف الأضعاف بتاعت أي حاجة تانية للأسف وبقية. ممكن نقراها أو المحتوى نسمعها. المرئي باقي وبقية. لأن أنت وثقت اللحظة بالصورة والصوت بالظبط. فبقى عندك توثيق. أنا النهاردة ابني لما يكبر وبقى واعي كفاية أن هو عايز يعرف إيه اللي حصل في الوقت ده، ما أنا فعلا هفرجه على الاختيار الجزء الثالث. صحيح. يعني هو ده بقى. فإحنا النهاردة سواء المواضيع تاريخية، حاجة زي جزيرة غمام اللي اتعمل طبعًا. من سنتين لما كنا بقالنا كتير بنتكلم على تجديد الخطاب طبعًا. الديني طبعًا. والكلام ده كله. طب النهارده لما تيجي تشوفي جزيره غمام والمسجز اللي بيوصلها لما جينا طبعًا. احنا مش عشان احنا اللي عملنا سوق بالعربي رمضان مش اللي فات اللي قبله، لما يجي لنا كميه تليفونات من بره وكميه حاجات انه ايه الحلاوه دي وايه الشياكه دي وازاي مصر حلوه كده ونظيفه كده والكلام ده. صحيح. فانت عندك حاجات كتيره جدا بتقدري توصليها من خلال الدراما. حتى كمان وانت ملك الفورمات، حتى الفورمات لما تيجي انت تشتغلها من البايبل بتاعها او من النموذج بتاعها وتعملها بالشكل العربي
المصري اللي يليق بعاداتك وتقاليدك كمان ده مهم، بدل ما انت تاخدها من منصات تانية مختلفة. انا كان في راجل اجنبي كان مهم. مسؤول عن منصة موجودة هنا في الوطن العربي، قعد والله العظيم مدة طويلة جدا بيحاول يقنعني ان صوت بالعربي ده مستحيل يتعمل في مصر ومستحيل ينجح في مصر ولازم ناخده دولة عربية اخرى هو صحيح. ده هيليق عليها هناك وساعتها اتول سوق اتول فيت اكتر، وازاي الناس عمرها تصدق ان في حد في مصر بالشياكه دي او بالمناظر دي. اروح ابعت له صور المكاتب بتاعت كابيتال بيزنس بارك اللي صورنا فيه صحيح، او كنت ابعت له زي حاجات بتاعت اركان وبتاعت جاليريا وبتاعت بتاع ده، مش اعلان ليهم، هي دي حاجات فعلا نظيفه قوي. دي بلدنا، بلدنا الجديده بالظبط. بره لازم ان هم يبقوا شايفين ان لا يا جماعه، ما في مسلسلات ممكن بتتعمل في حاره وبتاع عشان الدراما بتاعتها بتقول كده، وفي حاجات ثانيه ممكن تتعمل في اماكن ولوكيشنز نظيفه جدا وشيك جدا عشان الدراما برضو بتاعتها محتاجه كده. فاحنا كمان عايزه اقول لك حاجه، احنا بلدنا بتتغير، كمان بلدنا بتتغير طبعاً. عندك فكر جديد، عندك تغير جديد، القاهره ما بقتش هي القاهره اللي كانت بتنتهي عند مصر الجديده، القاهره طبعاً. بقت كبيره جدا وبقى طبعاً. عندك مشروعات كتير، فكمان لما الدراما تدخل بشكلها الجديد الدنيا تتغير، يعني احنا لازم ننقل بقى، يعني نروح لمراحل تانية. فانت زي الدراما بتشتغل بشكل كبير من المنتجات اللي غير ان هي بتشغل ناس كتير جدا 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 في رمضان وبره رمضان، صناعة. هي بتتصدر للدول العربيه كلها، فبتجيب لك عمله صعبه الدوله في اشد الاحتياج ليها طبعا. فده كله جزء من اللي احنا بنتناقش فيه واللي احنا شغالين عليه لمصلحه في الاخر الصناعه نفسها يعني. خد بالك ان انت كمان بقيت في الدراما، وخصوصا السنوات الاخيره الحقيقه كل المسلسلات اللي بنتكلم على السنتين اللي فاتوا اللي قدمت كانت الصوره بقت التقنيه عاليه جدا حقيقه، تطورت بشكل بالضبط. كبير، وبالتالي بقينا نسال على الاماكن، فانت بقيت تقدم منتج سياحي يعني طبعا. اعتقد ان الناس بدات عايزه تروح الاماكن دي وعايزه تروح المناطق دي وعايزه تروح طبعا. البلاد دي، علشان كمان الدراما بتقدر يعني تقدم اكتر من حاجه زي ما انت قلت لي. الحاجه الاخيره قبل بتسيبنا احب برضو اعرفها، وهي الاجور بشكل عام، لان انا عارفه انه الاجور كانت بتتفاوت بشكل كبير، شركات تدي مثلا اجور عاليه جدا، فتيجي شركه مثلا عايز تعمل حاجه كويسه بس ما تقدرش تدي نفس الاجور دي. ده كان بيحصل. فده بقى هيبقى، هل هيبقى موجود في الحوار ده؟ خلينا نتفق على حاجه، الدوله بتعدي بوقت مش سهل طبعا، وفي حاله تضخم كبيره صحيح، في حاجات سعرها غالي فدي لازم ان احنا نتعايش معاها، في اسعار خشب غالي في العالم كله، في اسعار اكل او رو ماتيريالز بقت اكل غليت في العالم كله، في حاجات كتيره غليت دي لازم هنتاقلم عليها، وفي في نفس الوقت اجور بتاعت اشخاص عليت وتستحق الزياده، بس في اجور ثانيه عليت لا تستحق الزياده. صحيح. ففكره التنسيق والتنظيم اللي ما بيننا وما بين بعض الفتره اللي جايه هيبقى ده مهم. هنقدر من خلاله ان احنا يعني ما فيش حد عمره عايز يجي على حد، ما فيش حد عايز عمره يظلم حد في رزقه بأي صورة من الصور، بس في نفس الوقت احنا محتاجين ان كل اللي عاملين في الصناعة دي ما يبصوش تحت رجليهم. انا ما ينفعش ان انا ابص ان انا كطارق اكسب النهاردة بس اضر الصناعة اللي انا جزء منها كلها، اللي انا ممكن اعاني السنة اللي بعدها يعني بالظبط بالظبط، او ما اشتغلش اصلا، لانه لو مشينا باسلوب زي ده في ظل المنافسة العالمية اللي موجودة قدامنا، لا الموضوع مستحيل طبعا يعني أكيد. يعني يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر ان شاء الله نوصل ان شاء الله توصلوا ل يعني توصلوا لمحاور مهمه، توصلوا لاتفاقات مهمه، وان شاء الله يكون هذا الاتحاد اتحاد منتجي مصر يكون مشرف، وتمتعونا بقى بالدراما يعني كل المنتجين والشركات يعني. الكبيره العملاقه اللي موجوده في مصر مع المتحده، تقدروا طبعا بالشراكه مع المتحده للخدمات الاعلاميه تقدروا تمتعونا بشكل كبير، ونستمتع بقى. يبدو انه يعني دراما 2024 هيكون لها شكل مختلف، وايضا شاشتنا هيبقى فيها منتج مختلف. بشكرك جدا المنتج طارق الجنايني، زي ما حضراتكم شفتوا بجد ده هيبقى شيء مهم جدا التنسيق، لان الدراما كمان بتهمنا بشكل كبير. طيب خلينا نروح لهذا الخبر والنبأ العاجل. في نبأ عاجل ورد لنا منذ دقائق، اخلت السلطات الامريكيه مبنى مجلس الشيوخ ومكاتبه بعد سماع اطلاق
نار، والشرطة الآن الأمريكية موجودة بمجلس الشيوخ، وده طبعا على موجودة بشكل كبير في الوقت اللي أكدت فيه شرطة واشنطن، شايفين على الهواء مباشرة عن وجود احتمال لطلق يعني حد أطلق النار نشط في مبنى مجلس الشيوخ، وعلى الفور تقرر إرسال تعزيزات أمنية لمحيط الكونغرس الأمريكي، حيث تقوم الشرطة بمسح كافة مكاتب الكونغرس في الوقت الحالي. ما زلنا زي ما حضراتكم متابعين معاكم في الصورة، بنحاول متابعة كافة الأنباء الواردة من واشنطن. الصورة زي ما حضراتكم شايفين، ده نبأ عاجل خاص بمجلس الشيوخ الأمريكي عن سماع لإطلاق نار. احنا عارفين مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن دي سي في واشنطن، ويبدو أن العمل قائم حتى هذه اللحظة. هذه هي الأنباء العاجلة التي وردت إلينا، والصورة كما تشاهدون. هنتابع مع حضراتكم في حين وصول أنباء أخرى من واشنطن. يعني المشهد يبدو طبعا لسه يعني مش مفهوم ومش واضح، لكن طبعا أكيد في تحقيق وفي يعني تمشيط كبير وفي تأكد، وبعد إخلاء الكونغرس كمان هناك الكاميرات وهناك الأشياء، وطبعا إخلاءه من كل الأشخاص اللي موجودين أو أي عمل موجود. إحنا فاصل قصير الحقيقة، وبعده كمان هنرجع لنشوف نتابع معكم هذا الخبر بوجود محتمل لإطلاق نار على مبنى مجلس الشيوخ. مشاهدينا، بعد فاصل قصير نعود إليكم ونتابع معكم باقي فقرات التاسعة لهذه الليلة. أنا بحب جدا الناس اللي هي طاقتها الإيجابية سابقة كل حاجة، وطاقة الاحتمال عندها في التفكير أجمل وأحلى رغم الصعوبات. هنسمع عن مبادرة بنفكر لبلدنا، الاسم نفسه حلو، اللي هو بنفكر لبلدنا. أنا بحب المبادرات دي، في ناس بتفكر للبلد وفي ناس ما بتشتكيش غير من البلد. أنا بقى مع المجموعة اللي بتفكر للبلد، لأن اللي بيفكر ده طاقة إيجابية، بحث، أفكار، حلم، طموح. خلينا كده نشوف إيه الموضوع. بيطلق منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف مبادرة بنفكر لبلدنا، وده بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللي بتستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات الدولة المصرية لتعزيز التنافسية واستدامة الاقتصاد المصري. وبيتم هذا من خلال تنظيم مسابقة بحثية، شوفوا المسابقة بحثية يعني معلومات وأفكار، لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية. طبعا ده شيء جميل، يعني بنتكلم عن أفكار بالورقة والقلم وفيها شكل بحثي وعلمي. خليني أعرف مزيد من التفاصيل. نروح لجامعة بني سويف مع رئيس قسم الاقتصاد دكتور محمد عبد الغني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. 50 فكرة حلوة، الاسم حلو والطاقة اللي فيها حلوة. الخمسين نعم. فكرة دول المبتكرة بيبقوا بيقدموا عن طريق يعني شكل بحثي وعلمي. كلمنا عن هذه المبادرة. هو زي ما حضرتك تفضلتي، يعني من الحاجات الإيجابية والحاجات الممتازة إن الصندوق إن مركز دعم واتخاذ القرارات من حوالي 2 سنين مدشن منتدى السياسات العامة. تمام. ومن 2021 يعني استدرج يعني عمل مجموعة من الفعاليات، يمكن أشهرهم كانت فعالية زي ما حضرتك كنت بتقولي، فعالية مثلا شبابنا يدعم قرارنا. ديت كانت الفعالية الأولى 2022، وتتوالي بعدها مجموعة من الفعاليات
وصلنا للفعاليه بتاعت السنه دي اللي هي بنفكر لبلدنا. طبعا في اهداف لهذا المنتدى احب ان انا الفت النظر ليها. اتفضل. المنتدى السياسات العامه الهدف الرئيسي ليه ان هو يعني يتم نشر الوعي المجتمعي بشان القضايا المطروحه على الساحه بصفه عامه. تمام. ورقم اثنين بيحاول يخلق نوع من التوافق المجتمعي وبيعزز روح الحوار بين اصحاب المصالح وجميع الاطراف المعنيه. والمسابقه اللي حضرتك قلتيها ديت هي في الاخر هتطلع لي بتوصيات وحلول مقترحه لقضايا مهمه عندنا. وبالتالي ممكن نصيغ رؤيه بتبقى بقى مش فرديه، رؤيه مشتركه تشاركيه. عشان نعزز الاقتصاد بتاعنا وعلشان ندعم ونخلق موارد مستدامه، واحنا يمكن الفتره ديت بالذات بنركز على النقد الاجنبي. عشان كده كانت المبادره نفكر لبلدنا ركزت على 5 محاور اساسيه و23 محور فرعي. تعال نتكلم على ال5 محاور الاساسيه. المحور الاول تعزيز الصادرات المصريه في الاسواق الدوليه. وحضرتك عارفه ان احنا يمكن مشكله مصر الاقتصاديه من فتره طويله جدا اللي هو العجز في الميزان التجاري، يعني عندنا وارداتنا اكثر من صادراتنا. فلما احنا نعمل مؤتمر بيشارك فيه حوالي مثلا 150 متخصص بيمثلوا حوالي 22 جامعه حكوميه وخاصه و21 جهه حكوميه ومراكز بحثيه، بيقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا ويخرجوا لي بتوصيات ل5 محاور دول اللي ما قلت لك كده، هيطلع لي افكار جديده بالنسبه للصادرات. تمام. وكمان المحور الثاني تعزيز ايرادات قطاع السياحه. هم يعني ال5 محاور دول هم الاساس عندي اللي هم الاساس الموجودين في المبادره. ودول اساس منبع النقد الاجنبي المصري، يعني هم طبعا. دول موارد مصر من النقد الاجنبي، يا اما صادرات يا اما ايرادات سياحيه. والمحور رقم 3 اللي هو عائدات المصريين العاملين بالخارج، والمحور رقم 4 تعزيز ايرادات قناه السويس، والمحور الخامس ان انا اشجع الاستثمار الاجنبي المباشر لان دوت مورد مهم واللي بيضخ لينا حتى الان لا يليق بمستوى مصر الاقتصادي، وبالذات ال5 6 سنين الاخيره احنا عملنا بنيه اساسيه وبيئه اعمال تجذب اي مستثمر صحيح. اجنبي. فاحنا دلوقتي طيب. عايزين نروج لهذه شيء الأفضل. جميل. هذه المبادره ب50 فكره، حضرتك قلت انه في جامعات يعني قوميه بتشارك وخبراء ومتخصصين ومعلومات بحثيه عن كل فكره. الانتهاء بقى من ان هذه الافكار هتصب فين؟ يعني هتروح فين هذه الافكار عشان يعني ممكن تساعد في التنفيذ او تبقى في حيز انها يعني يتم الاعتناء بيها ويتم ايضا يعني اخذ افكار منها. شوف حضرتك، هو في حفل الافتتاح كان عندي ممثلين من الحكومه وممثلين من القطاع الخاص وممثلين من المؤسسات الدوليه. تمام. ال3 اطراف دول لما بيشتركوا مع بعض اكيد بيوصلوا لحلول توافقيه ممكن تنقلني نقله نوعيه. مركز دعم واتخاذ القرار اللي هو منشئ مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده تحت رئاسه مجلس الوزراء، يعني انا تمام. في بؤره صنع القرار المصري، واخد بال حضرتك؟ فهو التنظيم كله تحت رئاسه مجلس الوزراء. فهو بيبقى بيصب في نفس القسم. الجديد بقى في المبادره ديت، وانا احب اركز والقي الضوء على النقطه ديت حضرتك، ان المبادره ديت هو كان فيه 5 6 مبادرات قبل كده من سنه 21. المبادره ديت تم اشراك الشباب فيها. يعني تم اشراك شباب الباحثين من الجامعات، وبالتالي طبعا حضرتك عارفه ان دايما طاقه الشباب طبعا ممكن بتخرج لي افكار طبعا خارج الصندوق، بتخرج لي افكار طبعا جديده طبعا. ودوت كمان بيهدف لحاجات ثانيه غير ان انا بعزز موارد مصر الاقتصاديه واستدامه الاقتصاد المصري وقدرته على التنافس الدولي، برضك بيعمل لي بيشارك لي او بيساهم في تحقيق اهداف لشبابنا واولادنا الباحثين. اكيد. فمثلا ممكن ان احنا خلال المنتدى دوت والمبادره مستمره على مدى 3 شهور،
خلال الأجازة الصيفية. تمام. فهي بتضم عدد كبير من الشباب. يعني إذن في خلال الثلاث شهور المناقشات بتبقى موجودة وطرح الأفكار والاهتمام، فده وقت كافي يعني. نعم، فالشباب هيتعلم إزاي يكتب ورقة بحثية، ورقة سياسات، ويتعلم إزاي ورقة السياسات دي يمكن تنفيذها أو تكون قابلة للتنفيذ، زي سؤال حضرتك من شوية، يكون قابل للتنفيذ مش كلام. صحيح. بحث على الورق، ويكون قادر على تقييم السياسات العامة. كمان بيتعرف ويدرك أساسيات ولا أدوات استشراق المستقبل. استشراق المستقبل لا، هو كمان هنا الشباب هيبقى عنده فكرة المشاركة، اللي هو أنا بشارك بعقلي وأفكاري وعلمي في طرح أفكار كتيرة ممكن تفيد بلدنا، زي ما أنتم واخدين الاسم الرائع مبادرة بنفكر لبلدنا. الحقيقة أفكار كلها إيجابية، بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى أنه الثلاث شهور وهذه الأفكار الحقيقة تثمر عن أشياء كلها إيجابية وتبقى في صالح كل المحاور اللي حضرتك تحدثت عنها. دكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد جامعة بني سويف، بشكر حضرتك وكل التوفيق لمبادرة بنفكر لبلدنا. تعالوا نروح لأطفالنا. يعني دايما الحقيقة الأطفال، إذا كنا بنتكلم عن بلد ليها مستقبل، فأنت لازم تعتني جدا بالأطفال، لأنه الطفل اللي موجود النهاردة هو الشاب، هو الراجل، هو اللي هيقود المسيرة لقدام. دايما الأطفال بيبقى وهم كده بيلعبوا بيبقى عندهم صديق وهمي، كلنا بنشوفها يعني. الطفل الصغير بشقوته يا إما مثلا يمسك اللعبة بتاعته يكلمها، يعمل معاها حوار، أو إنه يبقى عنده صديق في خياله، وخصوصا الأطفال اللي بيبقى عندهم ذكاء بيتفرجوا على حاجات كتير، أو إنه يبقى حد بيلعب معاه وأحيانا يكلمه، يكلم الصديق ده. وده في الغالب بيبقى الأب والأم أحيانا كتير، يعني علماء الاجتماع بيقولوا الموضوع ده، ما بيبقوش فاضيين قوي يلعبوا معاه، فبالتالي هو بيخلق هذا الصديق الوهمي عشان يبقى عنده حالة من الحوار معاه. الأمر ده الحقيقة إذا كان يبدو أنه الطفل بيلعب، لكن في خطورة. الخطورة إيه؟ الخطورة على أطفالنا، على صحتهم النفسية، وما نبقاش واخدينها أنها حاجة بتضحك، خصوصا لما تبقى زيادة عن اللزوم. إيه اللي بيحصل؟ لا، لازم ننتبه، خلينا نعرف مزيد من التفاصيل إذا كان ده فعلا ممكن يبقى فيه خطورة على أطفالنا، وإذا كان بيحصل لأطفالنا قدام عينينا إحنا منتبهين ليه ولا لا. خلينا نروح لاستشاري الصحة النفسية دكتورة دينا هلالي. مساء الخير دكتورة دينا. مساء النور أستاذة شركي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني أنا بتخيل مع حضرتك دلوقتي إنه ساعات الأهالي ما بيشوفوا الولاد وبيلعبوا وبيكلموا، بالذات الأطفال بيتأثروا، ممكن يخلق شخصية شافها في كرتون، شافها في حاجة في تلفزيون، في الشارع، أو هو بيخلق حاجة من خياله. حضرتك بتشوفي ده إزاي؟ خلينا بس يعني نسترجع كده ذاكرتنا، هنلاقي إن أغلب حتى الأمهات والأبهات وهم في المرحلة من العمر، يعني بنقول مثلا من بداية الإدراك والتخيل من 3 سنين لحد مثلا 7 سنين وهم صغيرين، في المرحلة دي أعتقد إن هم مروا بنفس التجربة، وكان أغلبنا يعني بيشوف الصديق الوهمي ده في كل تفاصيله وهو صغير، كان هو الصديق الصدوق، سواء كان زي ما حضرتك قلتي لعبة أو شخصية كرتونية. نقدر نقول ان الصديق الوهمي ده هو جزء من مرحله بيمر بيها، يعني نقول مثلا 65% من الاطفال، يعني كل مثلا او كل 5 اطفال ممكن نلاقي طفل عنده صديق واحد. الموضوع مش مرعب اطلاقا، هي مرحله فيها الطفل بينمو بخياله وادراكه، وممكن تبقى جزء من بدايه تكوين مهارات ابداعيه ومعرفيه عند الطفل. لانه في الغالب معظم الاطفال اللي كمان بتمر بالصديق الوهمي يا بيكون طفل الطفل الاول، او بيكون الطفل اللي جه بعد فارق عمر ما بين اخواته، يعني ممكن يبقى اخر طفل مثلا، او طفل وحيد ما عندوش اخوات، او طفل وحيد، او حتى في جزء من انشغال الام او الاب عنه، فبيضطر انه يلجا لحلول اخرى، ان هو يبتدي يوجد ليه شريك في اللعب، يتواصل معاه، يشاركه بعض تفاصيله في اللعب، في الاكل، في حتى في الحوار الداخلي. احنا بنقول الامر مش مربك، ولكن عندنا محددات.
لو نقول تخطيناها المحددات. بالظبط، لو تخطينا او تعدينا او الاهل ما انتبهوش في تعاملاتهم مع هذا الصديق الوهمي، ساعتها نبتدي نقول ان فعليا احنا عندنا مشكله. الام والاب المفروض يكون في الفتره اللي ابنهم بيتعامل فيها مع هذا الصديق الوهمي ممنوع تماما ان احنا ننهي الطفل عن انه ما يتعاملش مع هذا الصديق الوهمي. يعني احنا نتعايش مع الطفل ومع هذا الصديق الوهمي، ويدور حوار بيننا وبين الطفل عن هذا الصديق، على هذا الصديق الوهمي. بالضبط، عايزه افهم ايه المغزى من انه يكون عنده صديق وهمي، لان اوقات كتير بيحصل اسقاط من الطفل على المشاعر الداخليه عنده او المشكلات اللي حواليه بانه هو يسند المشاعر اللي جواه على هذا الصديق. يعني مثلا هو عنده مثلا غضب، في اهمال، في تعامل بعنف من قبل الوالدين او وحده، حاسس بوحده احيانا. فمن حوار الام والاب مع الطفل هيبتدي مثلا يسقط مشاعره دي على صديقه الوهمي. فساعتها هيبتدي، فاحنا نعرف من الحوار هو عنده ايه بالظبط، او هو مشكلته نعرف فين. ان المشكله اللي الطفل بيتكلم فيها هي مشكلته هو، مش مشكله الصديق الوهمي. هنسيبه يتعامل، ولكن احنا فاتحين حوار بدون احنا ما نلجا لان احنا ناكد له ان الصديق الوهمي ده موجود. مهم جدا. يعني انا هساله عن تفاصيل اللعب، عن تفاصيل، هبتدي اراقب سلوكه واخد بالي هو بيلعب العاب فيها عنف، فيها سلوك عدواني ولا لا. في اللحظه دي انا لازم ابتدي اتدخل لو لاحظت ان سلوك الطفل بدا يدخل فيه العاب بشكل عدواني، ويبتدي يسند طبعًا. ان الصديق الوهمي هو. طب وهنا اتدخل واروح معاه لاستشاري صحه نفسيه افضل من ان انا استعمل اوجه؟ انا ربما اكون انا بوجه غلط. وانت عارفه الاب والام بيبقى عندهم احيانا يا فرط في الدلع والاهتمام، يا قسوه من الخوف على اولادهم. ففي الحالتين افضل انه يكون في استشاري لو الحاله خارج النطاق اللي حضرتك بتقولي عليه زادت. يعني في الجزء الخاص بالتربيه والنشأه بنقول لا افراط ولا تفريط. يعني مزبوط. ما ينفعش ان انا ادلل زياده عن اللزوم، وما ينفعش ان انا اقصو زياده عن اللزوم. الوسطيه في التربيه هي ابسط وسيله امنه ممكن اوصل بيها الطفل لحاله السواء، وانه يكون طفل بيمارس المرحله العمريه بتاعته بشكل او باخر بدون ما امر بعد كده في المستقبل باي مشاكل او اي اضطرابات. طيب مهم ان انا كمان اخد مهم كمان ان انا اخد بالي ان الـ الطفل ممكن يبقى الصديق الوهمي ده هو تنفيذ، هو مرحله فيها بيتخيل الطفل لو في مشكله هو ممكن يحلها مع صديقه دي ازاي. مهم ان انا ابقى عارفه ان انا الصديق الوهمي استغلاله في الجانب الايجابي فقط لا غير. وفي بعض الاطفال عند 7 سنين بيبتدي يتخلى عن هذا الصديق الوهمي بمجرد ما بيدخل لعالم الاصدقاء، سواء كان في المدرسه، سواء كان في الحضانه، سواء كان الاختلاط مع الاخوه او في محيط الاسره. ساعتها بيبتدي الطفل هو يتخلى عن هذا الصديق. امتى الام والاب يبتدوا يبحثوا ايه ليه الطفل ما تخلاش؟ ساعتها نبتدي نشوف المشكله فين بالظبط، الطفل عندنا طيب. مشكله او لا. طيب هنا برضو يعني خلينا ناخد نقطه كده، يعني يمكن انا تعرضت ليها. انا عندي بنت واحده وهي طفله، لان هي وحيده. انا هي كانت بتحب تشتري الشكل القطه بس اللي هي معموله من القماش او من الحاجات مش طبعا حقيقيه. والحقيقه فضل الشكل ده معايا لحد ما بقى عندي اعداد، يعني كل فتره نشتري. وسميناها اسم واحد، واحنا كمان كنا بنحبها، وهي كانت تكلمها واحنا نكلمها. بس يمكن انا وقتها عملت ده زي ما حضرتك قلتي لانه هي كانت وحيده. يعني كانت بعد ما كبرت فضلت علاقتها بالقطه دي موجوده، يعني بتنام جنبها يمكن لغايه دلوقتي، لكن بشكل ايجابي. يعني بالظبط، يعني زي ما قلت لحضرتك خلينا ناخد الجانب الايجابي. احيانا التعلق ده طالما ما اثرش على العالم الخارجي وعلى تواصلاتها وعلى علاقاتها ما عندناش مشكله. تمام. احنا بنقول في مشكله لو بدانا نستعيد عن الاصدقاء الحقيقيين. ان احنا ننفصل بقى. بالظبط كده. بدانا ننفصل عن الواقع وعن المجتمع الخارجي اللي المفروض ان احنا بنقيم معاه علاقات بشكل يعني ايجابي، بشكل عملي. كل مرحله وليها اصدقائها، وكل مرحله وليها
الآلية اللي احنا بنتعامل فيها او بنكتسب فيها اصدقاء. المرحلة دي لو ما مرناش بيها بشكل طبيعي ساعتها هنبتدي نلجأ لمتخصص، صحيح، لأن ممكن في الوقت ده يبقى عندنا مشكلة. اكيد. دكتورة دينا هلالي استشاري الصحة النفسية، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى السلامة دايما والأمان لكل اطفالنا، ويبقوا بيلعبوا وبيطلعوا طاقتهم الإيجابية، بس يبقى العين عيننا عليهم عشان تاخدهم دايما لطريق السلام والامن كده. خلينا نروح ل يعني خبر تاني. طالبه هدى رضا، وهي هدى بنت محافظه الدقهليه، قدرها ان هي يعني اصيبت بفشل كلوي وعمرها 9 سنوات، ورغم ظروف مرضها الا انها تحدت المستحيل، وخلال 9 سنوات أخرى وأثناء الإجراء المعتاد للغسيل الكلوي اللي كانت بتمر بيه، بتحصل هدى على الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية العامة. الحقيقة يعني قصة هدى قصة من قصص التحدي الكبير جدا يعني، وده أنا يعني عايزة أسمع صوتها وعايزة أتكلم معاها حالا. هدى مساء الخير. هدى رضا رجب البيومي، مساء الخير يا هدى. مساء النور. ما شاء الله صوتك حتى كله طاقة وإرادة. قولي لي الإرادة دي كلها يعني رغم كل اللي أنت فيه، لكن قدرتي أنت تمشي في طريق العلم وتحققي يعني كل اللي أنت بتتمنيه؟ الحمد لله، ده بفضل ربنا ثم ووقوف أهلي جنبي. اتفضلي يا هدى. هدى ممكن تسمعيني؟ استأذنك من التليفون مش من التلفزيون علشان بيبقى الصوت يعني فيه تأخير شوية. اسمعيني من التليفون استأذنك. ايوه سمع حضرتك. طيب قولي لي يا هدى، يعني انت مريتي بظروف كتير، الابتدائية والإعدادية كنت طفلة صغيرة لحد الثانوية العامة، التحدي ده كان بيمثل ليكي ايه؟ اول حاجة انه خلاني اقرب من ربنا وبين لي حاجات كتير اقولها، اوقف اهلي جنبي وكل الناس اللي وقفوا جنبي. طبعا بشكرهم اهلي كلهم اول حاجه، من بعد ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقه كانت فتره صعبه جدا وما زالت يعني، بس عندي ايمان وثقه كبيره بربنا ان اعديها يعني، الحمد لله يعني. انا شايفه صورك يا هدى وعلى الشاشه، وانت طبعا مع كل الـ يعني وانت بتعملي يعني الغسيل الكلوي والمحاليل في ايدك، يعني هي حاجه مش سهله ابدا، ومع ذلك هل كنت بتحسي انه المذاكره والنجاح والاراده هي الحاجه الايجابيه اللي بتديكي الطاقه رغم كل الالام او اللي بتتعرضي لها احيانا؟ الحقيقه انا في بداية السنة كنت تعبانة جدا، وكنت رافضة فكرة المذاكرة وما كنتش عايزة خالص يعني، وكنت كمان عاوزة أجل السنة وما كنتش شايفة إن أنا هقدر خالص، بس حاولت إن أسيبها على ربنا يعني. وناس كتير قالوا لي سيبها على ربنا، وفي ناس برضو قالوا لي يعني أجلي، كنت محتارة لحد قريب جدا. هو أأجل ولما أبقى أحسن ولا أكمل في الظروف دي؟ طب قولي لي يا هدى، بتحلمي تخشي كلية إيه؟ وكنت بتذاكري إزاي أصلا؟ يعني كلميني عن فترة المذاكرة بالذات الثانوية العامة، الأعصاب ومتابعة والامتحان، وهل فترة الامتحان كان بيبقى عندك فيها غسيل؟ يعني كلميني عن الظروف دي. أنا الحقيقة بغسل يعني كل ثلاث أيام في الأسبوع، الجلسة بتاخد 3 ساعات ونص، وكنت بحاول استغل وقتي بقى وكنت بحضر حصص اونلاين وكانت وبرضو اختي عندي كانت واقفة جنبي وبتذاكر لي، والحمد لله يعني هي فترة كنت متخيلة خالص ان اعديها يعني. فجيت قبل الامتحانات كنت ناوية ان اجل اساسا، بس هي كنت عاملة حسابي اني ادخل العمليات وكده، فقلت اجل بقى السنة وأدخل السنة الجاية إن شاء الله بعد العملية وكده. بس جت كانت الهيموجلوبين بتاعي 6.5، فاضطرينا نأجل العملية، فقلت أدخل بقى وأسيبها على ربنا وأستغل فترة اللي هو العلاج بتاع الأنيميا يعني. لها قلت لها هبقى عملت العملية وضيعت السنة عليا، كانت حاجة بالنسبة لي صعبة جدا. طبعا الحمد لله أنا عديت. طب قولي لي بتحلمي تخشي كلية إيه؟
او عايزه تعملي ايه؟ عاوزه ادخل علوم اعاقه او فنون جميل. او فنون جميله. عايزه ايه في فنون جميله؟ تخصص ايه؟ نفسك رسم. رسم. طيب انت كنت بتعملي الامتحان في وقت الغسيل الكلوي يعني كان ليكي لجان خاصه؟ لا كنت بدخل مع زمايلي عادي لجنه عاديه، وكنت بخرج من الامتحان اروح الجلسه. وتذاكري بقى وانت بتاخدي الجلسه؟ الجلسه كنت بذاكر، بستغل يعني الوقت 3 ساعات ونص. يعني بصي يا هدى، يعني الحقيقه ال 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 القصه بتاعتك كلها طاقه ايجابيه، وانا متاكده انك هتقدري تحققي حاجه رغم كل الالام ورغم ال 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 الجلسات اللي بتاخديها، ويا رب نقدر نساعدك باي حاجه فعلا وتقدري تخشي الكليه اللي انت عايزاها. واحيانا الاراده نفسها بتبقى اقوى من اي مرض او اي ضعف، فانا شايفه انه الاراده اللي عندك انك عديتي رغم كل يعني السنوات دي وقدرتي توصلي للثانويه العامه، ان شاء الله ارادتك تعديكي لكل طموحاتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا هدى. الطالبه هدى رضا رجب البيومي بشكرك شكرا جزيلا. يعني الحقيقه القصص اللي احنا بنسمعها من شباب من تحدي، يعني 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 شوفوا بنت صغيرة بتعدي بغسيل كلوي 3 مرات في الأسبوع وتذاكر وتتعب وتقول أنا قلت بقى طب ما دام مش هعمل عملية أستغل إن أنا أخلص الثانوية العامة، ويبقى في طالب عنده المكتب والبيت وكل حاجة والأهل، ويبقى في نوع من أنواع الدلع. صدقوني الإرادة دايما موجودة في الإنسان، بس المهم إن إحنا نستغلها وإن إحنا نقدر عليها. ما زال عندي عدد من الفقرات في انتظاركم، عودوا إلي بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم. عارفين بقى في العالم كله الحقيقة، مش بس عندنا في مصر أو في وطننا العربي، في فكرة هوس الدايت، يعني اللي هو في ناس مثلا بيبقى عندها وزن عايزة تنزل الوزن، وفي ناس ما بيبقاش عندها وزن قوي بس عايزة تبقى يعني ما فيش نص كيلو زيادة، وفي بقى هوس يعني أعمل ده. طب ويسمعوا مثلا السوشيال ميديا، يعرفوا من حد معلومات، وبقى فيها لخبطة شديدة جدا، لأنه طبعا العالم كله بقى دايرة صغيرة، فأنت قاعد على أي حاجة من وسائل التواصل والسوشيال ميديا بشكل عام، ممكن تتابع أي حد وتعمل زيه حتى من غير ما ترجع لطبيب، وهنا دي خطورة فظيعة. في ناس مثلا بتتابع ناس موجودين على السوشيال ميديا بيعملوا التجارب دي وبتمشي معاهم وبيحصل لهم مشاكل كبيرة. خليني أقول لكم على الخبر ده وإحنا بنتكلم على مسألة هوس الدايت. من ساعات توفيت بلوجر روسية شهيرة، يعني هي بتدخل وليها ناس ويعني فولورز وناس متابعين ليها، وده ليه الوفاة؟ بسبب الجوع الحاد. ايه اللي حصل؟ اعتمدت البلوجر دي على نظام غذائي نباتي خام، يعني ما بتاكلش غير زي ما انتوا شايفين خضروات، يعني الحاجة خام من غير ما تبقى مطبوخة حتى، يعني هنا في خس، جزر، خيار، حاجات كده. وفضلت عايشة على النظام ده لمدة 10 سنوات زي ما انتوا شايفين اهو في الصورة، جزر باين وده شكل بطيخ وفلفل وحاجات كلها خضرة وفواكه وحاجات كتير يعني. وكانت الحقيقة عايشة كمان على الفاكهة وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة، وكانت كمان ما بتشربش مية، ودي خطورة فظيعة. كانت بتعتمد انها ما بتشربش مية علشان بتشرب العصير، وده منذ أكثر من 6 سنوات. فإذا فاكهة، خضار ني يعني زي ما قلت لكم كده زي ما هو، خس بقى، جرجير، يعني حاجات كلها خضرة، خيار، فلفل كده، وما بتشرب وتاكل فاكهه وما فيش ميه. طبعا ده اكيد خطوره شديده جدا. خليني اعرف مزيد من التفاصيل، ويبقى في نوع من انواع التوعيه بالذات للشباب الصغيرين اللي بيتابعوا الناس دول وبيتابعوا انظمه مجرد هي موجوده على الانترنت من غير ما يرجعوا للطبيب. دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه، مساء الخير دكتوره نهله. مساء النور استاذه شفكي، انا سعيد ان انا بتكلم مع حضرتك. اهلا، الشرف لينا. دكتوره نهله، يعني الحقيقه بقى فيها انت موافقانه على فكره هوس الدايت، يعني الدايت مهم بشكل صحي ومتابعه مع دكتور، لكن الهوس اللي بقى موجود بشكل كبير وبقى متاح كده على السوشيال ميديا.
هو فكرة في ان انا يعني او انا ممكن نصلحها ونقول ان احنا يبقى عندنا لايف ستايل، يعني حياة كويسة احنا بنبتغي منها وزن كويس عشان نقدر نبذل مجهودنا، الحياة اليومية كويسة شكلنا يبقى كويس، ما يبقاش في تقدم في السن، ولكن ما نبقاش بقى نجري ورا اي اشاعة. وبرضه بستغل ان انا بتكلم مع حضرتك ان احنا ما نجيش كمان ورا ادوية التخسيس اللي غير مصرح بيها من وزارة الصحة، الناس اللي بتعلن اعلانات على النت وعلى السوشيال ميديا باعلانات مختلفة، الدواء اللي يخسسك في اسبوع ويخسسك في 10 ايام والحاجات اللي بنسمع عنها. بالظبط. هو ممكن اصل يعني احنا لسه في بحث نازل ان الادويه التخسيس دي ممكن تعمل كبد دهني، والكبد الدهني ممكن يعمل سرطان في الكبد بعد كده، فاحنا لازم نبقى محرصين جدا في كل حاجه. لو احنا مشينا معتدلين، ناكل يعني ناكل اكلنا بالطريقه الكويسه، نبذل الرياضه يوميه ثلث ساعه لو حتى تمشيه جوه الشقه، لو ان احنا نشغل موسيقى ونعمل عليها شويه العاب بسيطه كده في البيت، ما فيهاش اي مشكله، وناكل اللي احنا عايزينه بس بحرص. واكل البيت على فكره ما بيتخنش، الفاست فود والوجبات الجاهزه والمياه الغازيه هي اللي بتخن. طبعا. طب خلينا كده ناخد حالة البلوجر الشهيرة الروسية دي ونطبقها، لأن برضو في شباب كتير جدا بيتابعوا الناس دي. يعني هي يعني اعتمدت على الخضروات النيه الخام زي ما بنقول، يعني مش مطيه، واعتمدت على ما كانش فيه ميه لمدة 6 سنوات، واعتمدت على عصير الفاكهة. فهل هو فعلا ده السبب اللي خلى عندها فكره يعني اللي حصل لها النظام الغذائي، وان هي بسبب الجوع الحاد؟ يعني هو في سببين ممكن يكونوا سبب الوفاه. اول حاجه ان يكون جالها ميكروب، نظرا لان هي مع الفتره الطويله اللي هي ماشيه على انواع معينه من الغذاء متنوعش في الغذاء بتاعها، جالها ميكروب اسمها ما قدرش يقاومه، ده احتمال. ايوه. وفي الاحتمال الثاني ان هي الاكلات اللي هي بتاخدها ومتعوده تاخدها دي ما تتلاقاش العناصر الكامله للجسم، فبدا طبعا الجسم يضعف، ما يقدرش ينشف، ما فيش ميه كويس. يعني مفيش ميه، دي مش عارفه ليه مفيش ميه. هي متصوره ان هي، بصي حضرتك يعني في ناس بتاخد دلوقتي عشان تقلل وزنها بتاخد الانتي دايوريتك او الادويه اللي بتنزل الميه من الجسم، فالعضلات بتبقى تنشف. وفي على فكره برضه في حاله لحد يعني من الناس من العاب القوه كان امريكي، جدوه برضه ميت في اوضته نتيجه لانه كان بياخد الانتي دايوريتك ديت، بيخلي بيتنشف بحيث ان تبان العضلات والعضلات تبقى متقسمه. طبعا ده خطر شديد جدا، طبعا ممكن يعمل فشل كلوي، طبعا وممكن يبقى عندها حصوات، هي ماتت من الالم كمان. يعني الالم ده معناه ان ممكن يكون جالها فشل كبدي، فشل كلوي، حصوات في المراره، يعني ميكروب نتيجه نقص المناعه لعدم تكامل الغذاء بتاعها. طبعا. اللي هو عدم التوازن، لانه كمان الجسم بيحتاج لعناصر كتير جدا، فاعتقد هو عدم التوازن ده لسنوات طويله ممكن يسبب يعني المشاكل اللي هي موجوده فيها. يعني الحقيقه انا بشكرك جدا، وبتمنى ان الناس بجد تفضل يعني عامله توازن زي ما حضرتك قلتي، يبقى نوع من انواع الدايت ويبقى اسلوب حياه ما بين الاكل الصحي اللي موجود في البيت اللي بيتعمل ما بين رياضه، اعتقد هيكون كافي جدا. دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، بشكرك شكرا جزيلا. خليني عايزة أروح للعالمين. أنا أول ما تيجي صورة العالمين ببقى مبسوطة، يعني بحس شوية هوا كده يجوا علينا، وبحس إن هي يعني المدينة الساحرة الجميلة الجديدة اللي انضمت للخريطة المصرية وانضمت وبقت موجودة، هي شكل كده الجمهورية الحديثة وشكل الأبراج والناس وسعادة الناس عامل بهجة. تستعد المدينة الساحرة العالمين لاستضافة بطولة جديدة لسباقات الهجن بمشاركة يعني هجانة من كافة المحافظات، وطبعا اليوم بدأ استقبال طلبات المشاركين في البطولة، وده شكل هيكون جديد عندنا. البطولات دي على فكرة يعني منتشرة في منطقة الخليج بشكل كبير جدا، لكن جميل ان هي برضو تبقى موجودة عندنا في مصر. هيستمر ده الى مساء غد الخميس تمهيدا لإعلان موعد البطولة الجديدة وانطلاق الفعاليات السباق
هيكون على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعالمين، واللي بتقدمه دولة الإمارات العربية هدية لمصر لدعم رياضة سباقات الهجن. طبعا ده شيء جميل زي ما قلت لكم، هو موجود ومتاح جدا في دولنا العربية وبالذات كمان في الإمارات، الحقيقة ليه مكانة كبيرة جدا. المداخلة خلينا نروح مع الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذه، واحنا سعيدين بإطلالتكم علينا ان شاء الله. اهلا وسهلا، كلمنا على هذا السباق ورياضه الهجن، وطبعا الامارات سباقه ودايما رياضه الهجن موجوده فيها، كلمنا على هذه الهديه اللي هتبقى موجوده في العالمين. والله اولا حاجه بنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخطوه الطيبه من دوله الامارات وانشاء مضمار في مدينه العالمين والسلوم. هذا يعتبر اضافه جديده لرياضه الهجن بالاضافه الى مضمار شرم الشيخ ومضمار العتيق. تمام. اللي بيشاركوا في رياضه الهجن اصبحت مصر كلها بتشارك اليوم. عندنا 17 محافظه وعندنا 1200 مشارك. عندنا قبائل مصر 23 قبيله من اكبر قبائل مصر بتشارك في البطوله دي. عندنا شباب مصر كل بيجي ببص على هذه الثقافه الجديده، الرياضه الجديده اللي بدات تظهر ازدهار كبير في مصر، وكان اكبر يعني لها ازدهار قبل زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترك اثر وصدى كبير في قلوب ابناء القبائل في شرم الشيخ. الرياضه اصبحت رياضه تنمويه ثقافيه اقتصادية، بدأت تجيب للناس من برا السياحة لمصر. بدأت ابناء القبائل في عمق الصحراء اصبح مصانع جوا الصحراء الناقة المنتجة، اصبح كأنه مصنع في قلب الصحراء. الجمل ابنها الصغير اول ما بتولد وعمره سنة سعره ممكن يوصل لمليون و2 مليون جنيه لما يدخل في ارضية الميادين. فالحمد لله العالمين يعني من امس فيها اقبال كبير من محافظات مصر كلها، وانا بتابع وبسهل لهم كل التسهيلات وبتصل بالمحافظين وبتصل بالمعابر لتسهيل مرور الهجن ووصولها الى العالمين. أكيد أنا بشكرك وبنتمنى التوفيق لهذه الرياضة وإن هي تبقى موجودة في العالمين. العالمين الحقيقة مفتوحة لكافة الرياضات اللي بتبقى موجودة، لأن فيها يعني فيها كل الإمكانيات اللي ممكن تساعد على وجود أنواع مختلفة من الرياضات. الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، بشكرك شكرا جزيلا. طيب تعالوا نروح للخبر العاجل اللي كنا بدأنا مع حضراتكم فيه. كنا بنتابع منذ قليل نبأ إطلاق نار محتمل داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، إلا أن شرطة واشنطن، الصورة هي زي ما أنتم متابعين، وفي بيان صحفي منذ دقائق أكدت أنها لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد يعني هذا البلاغ، وبتعتبر انه هذا البلاغ ان البلاغ كان كاذبا. وطبعا مجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبا اعضائه ليسوا موجودين في مكاتبهم، زي ما انتم شايفين الصورة هادئة وما فيش اي شيء. اذا زي ما قالوا ربما ده فعلا كان بلاغ كاذب. طيب حضراتكم عارفين انه بعد يعني هنتكلم بعد الفاصل اللي جاي، لانه الثانويه العامه بتهمنا جميعا، والثانويه العامه اخبارها منذ ايام بعد اعلان نتيجه الثانويه العامه، يعني كنا منتظرين النتيجه، ولكن بعد النتيجه ايضا في اشياء بتهم كل طلبة وطلبات الثانوية العامة، ندخل ازاي والتنسيق والرغبات ونعمل ايه. ده بيهمنا كمان ان احنا نطلعهم على كافة المعلومات علشان نساعدهم ويقدروا يكتبوا الرغبات، لان في ناس بيبقى عندها مشاكل في الموضوع ده واحيانا ما بتكتبش الرغبات بشكل صح. خلينا ندقق ونصحح لهم المعلومات بإذن الله، ولكن هذا بعد فاصل قصير. عودوا إلينا في التاسعة. مقولة حلوة كده بتقول، اسمع معايا، صاحب القلب الطيب ما يعملش غير الطيب. مقولة حلوة، لأنه الطيبة دي أحلى حاجة،
الطيبة بتطلع طاقة حلوة. الفنان القدير إسماعيل فالغالي أنشأ منصة اسمها إيه؟ قلوب طيبة. إيه حكاية القلوب الطيبة في المنصة؟ هي أول منصة على اليوتيوب، ودي بتخدم الصم وضعاف السمع، وبتقدم برامج تثقيفية وفنية ورياضية ودروس لمحو الأمية ولغة الإشارة، يعني حاجات كتيرة جدا. فطبعا القلوب الطيبة هي اللي بتتابع المنصة دي، وأكيد المنصة دي بتسعدهم. تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل عن المنصة وإزاي جت الفكرة دي أصلا. الفنان إسماعيل فرغالي ضفنا في التاسعة. مساء الخير. مساء النور، شكرا على التقديمة الجميلة دي. يعني الفكرة حلوة الحمد لله، يعني وفكرة ولادنا وأهلينا الطيبين دول اللي هم يعني فقدوا السمع، طب ما هم لازم يعيشوا معانا في المجتمع. المنصه دي جت ازاي؟ الفكره جت ازاي؟ هي الفكره حضرتك ليا صديق بيخرج مسرحيه للصم، فقال لي والنبي يا سمعه تعالى سلم عليهم عشان هم بيحبوك. فقلت له حاضر سمعا وطاعا. فبعد ما قفلت معاه رحت حاطط ايديا الاثنين في ودني عشان اتخيل الناس دي عارفين ازاي وما بيتكلموش، زي النور كده ما بتقطع. صحيح. تقول له ده الواحد الكفيف ده طب عايش ازاي؟ صحيح. المهم ما قدرتش استوعب حقيقي، فرحت رايحه فلقيتهم حاله حب، انا فوجئت وعينيا دمعت بجد، لان هم يا عيني عشان ما بيسمعوش فبيعبروا، دي علامه الاشاره بحبهم. تمام؟ فلقيتهم دي علامه الاشاره بحبهم؟ دي دي عشان احنا خلينا نقول لهم ان احنا بنحبهم وهم شايفيننا. تمام. دي معناتها ال حرف ال ال اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو. انا كمان دي عالميه يعني، مش انا كمان بقول لهم اي لاف يو كل اللي بيسمعونا. ربنا يخليك. فلقيتهم عشان ما بيسمعوش الابتسامه بتاعتهم كده فيها عنف، فقلت طب الناس اللي بتحبني قوي دي مين وعارفيني ازاي؟ عرفت بعد كده ان ما بيعرفوش الممثل باسمه اسماعيل فرغالي او فلان، لا بعلامه. تمام. فلما بدات اعمل سيرش عليهم واشوف قلبي بقى بدا يتحرك بقى. قلت سبحان الله، ده ربنا بعت لي المخرج ده عشان اروح عشان يتزرع فيا ده وابتدي انطلق. ايوه. لقيتهم عددهم، ناس بتقول 8 مليون، ناس بتقول 7 مليون، ناس بتقول 6 مليون، ايا كان الرقم ملايين. وبدات بعمل سيرش لقيت في الوطن العربي عشرات الملايين، وبره فلقيتهم 80% منهم اميين. ما بيقروش ولا بيكتبوا. قلت يعني ما بيسمعوش ولا بيتكلموا ولا بيقروا ولا بيكتبوا، طب ليه أميين؟ عشان بيوصلوا لدرجة تعليم معينة وبيوقفوا. أيوه. 80% تقريبا منهم فقراء، انعزلوا عن المجتمع، ما بنشوفهمش في الحياة، ما شفناش رجل أعمال أصلا، ما منعزلين. ليه بقى منعزلين؟ عشان أبسط حاجة، لو حد فيهم زينا تعب، أبوه ولا أمه ولا ابنه ولا بنته، راح للدكتور. هيقول للدكتور ايه؟ زي ما احنا بنقول له. فعشان يحصل ده تواصل لازم يكون مترجم لغه اشاره معاه. مترجم لغه الاشاره حضرتك اغلى من مترجم الاسباني والالماني والايطالي طبعا، وهم على قد حالهم. فانعزلوا عن المجتمع. الهدف من القناه دي القلوب الطيبه، سميتها القلوب الطيبه لان هم ما سمعوش حاجه وحشه عشان يقولوها. وهم يعني لا سمعوا حاجه وحشه ولا حاجة حلوة. طب ليهم احتياجات كتيرة، ليهم احتياجات طبية وثقافية ودينية و و و و. فبدأت أعمل القناة حضرتك، أي شاشة بنشوف فيها مترجم لغة الإشارة بيبقى أسفل الشاشة، هم بيعتبروا دي إهانة. فأنا عامل أي محتوى هيظهر بعد كده هيبقى تلت الشاشة للصم للمترجم سوري، والتلتين للمحتوى سواء فيلم أو مسلسل أو أي حاجة، كل الاحتياجات اللي هم محتاجينها بس. موضوع كتير قوي يعني ممكن نتكلم فيه اسبوع. طيب يعني فحطيت بقى على المنصه مواد بقى فنيه وتثقيفيه، الاقبال كان عامل ازاي؟ هو لسه طبعا الكلام ده المؤتمر اتعمل من 15 يوم. وكلمت الدكتور اشرف زكي لسه بقول له انا عايز اعمل مؤتمر صحفي عشان عايز اعمل قناه للصم، قبل ما اشرح له قال لي موافق بصراحه. عملنا المؤتمر، حضر الاستاذ احمد بدير والاستاذ احمد سلامه في نقابة المهن التمثيلية، والنادي فتح لي مكان وقال لي اعتبره ده بيتك، هو بيتي فعلا. المردود بقى الناس ان يتعمل قناة خاصة بيهم
دي اللي كانت حلوة أوي، بدأت الناس كلها تقول يلا 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 معاك. طيب رحت للنادي الأهلي ونادي الزمالك، لقيت في مشجعين للصم من نادي الأهلي والزمالك، لأن دي كمان لغة ما فيهاش كلام طبعا، وانت عارفة الكورة وهوس الكورة طبعا، يعني هي باينة جدا وهو شايف الكورة رايحة فين وجاية منين بالظبط. فقلت اعمل لهم استوديو تحليلي لكرة القدم. تمام. ورحنا للنادي الأهلي، ومفروض في زيارة قريبة عشان الدوري وقف، يبقى في زيارة للنادي الأهلي يحضروا التدريب جزء منهم، والنادي الأهلي يعمل لهم عملية لغة إشارة دي، وبالزمالك. وبدأت أخاطب بقية الأندية الجماهيرية، اللي إسماعيلي في الإسماعيلية، المصري في بورسعيد، الاتحاد السكني، بقية الأندية كلهم اللي فيها جمهور، لأن برضو كل المحافظات طبعا. طب هم ما بيسمعوش وبيتكلموا ولا بيقروا بيكتبوا، ففكرت قلت أنا عندي فكرة زمان لمحو الأمية، فقلت أعمل محو الأمية بلغة الإشارة. على الأقل يعرفوا يقروا القرآن، يقروا إنجيل طبعا. طيب هم بيصلوا الجمعة، سألت دار الإفتاء، هو الأصم ده ليه صلاة جمعة؟ أنا بنزل أنا كإنسان عادي بسمع خطبة الجمعة طبعا. طب أنا ما بسمعش خطبة الجمعة، هل ليه؟ طب بيروح ليه؟ عشان يعيش الحالة يا عيني، ما بيسمعش حاجة خالص. فبدأت أقول لهم يعرفوا دينهم، يعرفوا ربنا، يعرفوا النبي، في برنامج ديني يعلمهم دينهم إيه. تواصلت مع دكاترة بكل التخصصات وكلهم فتحوا عياداتهم بلا استثناء بعملياتهم للصم، على أساس إن أنا بعمل داتا دلوقتي للصم، علشان لما يجي حد أصم يروح للدكتور هيقول له إيه، يبقى فيه مترجم لغة إشارة يقدر ترجمه. هو طبعا زي ما شايفين كلنا، اللي حببني أكتر وخدنا أشتغل هو اهتمام الرئيس بيهم، وكلنا طبعًا شايفين ده طبعا. عمل لهم حاجة اسمها واصل، واصل دي حضرتك الإسعاف والمطافي والنجدة، عشان أي حد من الصم واجهته أي حاجة في أبليكيشن، يفتح الأبليكيشن يلاقي كل ويشتغل على واصل ده يفتح الأبليكيشن يلاقي كل سنتر قاعد مترجم لغة إشارة يتواصل مع الضابط أو أي حد. تمام. هو كمان أنت هتعرفهم بكم الأشياء الفنية اللي موجودة، بالذات لو في منهم أطفال، في منهم كبار، يتابعوا المسلسلات، يتابعوا نشرات الأخبار، يتابعوا حصل كل الحاجات دي، فيحس إن هو ليه وجود، عايش معانا، عايش معانا. تواصلت مع بعض المنتجين، منهم الأستاذ طارق نور وبشكره. بدأ كنت أنا عامل برنامج اسمه حسين على الهوا زمان، بدأ يديني بعض حلقات على أساس يبقى الكواليتي بتاعها كويس، وتبقى الشاشة تلتين الحلقة والتلت للمترجم لغة الإشارة، دي قناتهم هم. أغاني بقى مثلا، إيه؟ أغاني. هو بص هم أكيد بيشوفوا المطربين بالظبط، في الأغاني اللي هي الألترز بتاع الأهلي والزمالك، برضو في ده وده موجودين برضو بلغة الإشارة. عامل لهم برنامج بتعلمني فيه لغة الإشارة بنت ضعيفة سمع اسمها مادونا، دي أيقونة الصم في الشرق الأوسط، لأنها أول بنت أصم تخش معهد فنون مسرحية. فبنعلم الناس العاديين لغة الإشارة. وأنا بدأت أتعلم لغة الإشارة. مش عشان أبقى مترجم، لا، عشان أقول لهم في العيد كل سنة وأنتوا طيبة، عيد أضحى مبارك. أيوة، أشاركهم عشان تتواصل معاهم يعني بالظبط. وفي ناس كتيرة جدا حابين لغة الإشارة، أكيد أنا بنلعب أفلام طبعا، فدي برضو عاملينها إن شاء الله بإذن الله. بقى في رياضة، بقى في الأفلام والمسلسلات، أنا بدعو كل المنتجين وبدع المتحدة ان هم يدونا الافلام. انا أكيد. القناة دي مش للربح، يعني انا متأكدة انه انت يعني موجود اصلا في التلفزيون المصري، حيث كل الانتاج اللي موجود اعتقد ان هم مش هيتأخروا عنك ابدا، ولا المتحدة اكيد هتتأخر ابدا عن ده. بالعكس، دي فكرة لطيفة جدا، ونقدر لما تبدأ تحط انت الحاجات على اليوتيوب كمان نعرض منها ان شاء الله، فنقدر نساعدهم يعني. في عدد من المطاعم في مصر بتتعامل معاهم بالظبط، والناس بالزبط. انا من الناس اللي بحب اروح المطاعم دي عشان اخد وجبات واتعامل معاهم، ببقى سعيدة جدا طبعا وانا بتعامل معاهم. فانت برضو ممكن تنزل خدمات مختلفة بشكل كبير. وانا كنت من 15 يوم مع السيدة دكتورة نائلة رئيس تلفزيون، وقابلت ان هي تعمل محو الأمية في التلفزيون المصري، وان شاء الله في خطوات جديه تعمل التلفزيون المصري باذن الله. هل بقى مثلا هتستضيف حضرتك فنان، هتستضيف فنانين يحبوهم ويبقوا موجودين في القناه بص حضرتك هو ده طبعا موجود، وكلهم بلا استثناء، منهم الاستاذ الفنان اكرم حسني، من الفنان بيومه، كل ما حدش ممانع في خير خالص، كل الناس عايزه تساعد. انا بس عايز ادعو برضو يعني مثلا ايه، مسلسل زي الاختيار، مسلسل مهم طبعا جدا. تمام؟ جدا. طيب
احنا اتفرجنا عليه. عايز تعمله بلغه الاشاره مثلا، بلغه الاشاره، واشوف الفنان امير كراره والممثلين يقولوا لهم كلمتين للصم ان احنا مبسوطين ان انتوا تتفرجوا عليه، وعلامه الاشاره، هيبقوا سعداء جدا. وانا متاكده لو انت خطبت الفنانين دول كلهم هيسجل لهم نفس الكلام اللي انت بالزبط بتقول عليه. وانا بضم صوتي ليك انه الاختيار مهم، ان هو يكون ينزل عليه لغه الاشاره. تمام. يعني هيبقى إن شاء الله مفيد الاختيار، الممر، كمان الاشياء بالذات اللي هم كبار السن يحسوا بوطنيتهم ومشاركتهم. هم عدد اللي انت حضرتك بتقول عليه. حضرتك لو جبت لهم فيلم دعاء الكروان، شوف احنا اتفرجنا عليه كام سنه. طبعا هم بالنسبه لهم جديد. ما اتفرجوش على ده. طبعا فيحس ان هو عايش الحياه. وعايز اقول للناس في الشارع، علموا اولادكم لغه الاشاره، مش حاجه، عشان انت لو شفته في الشارع ما تتنمرش عليه. طبعا وتعرف تتعامل معاه على طول. بالظبط. ويبقى ابسط حاجه انت عامل ايه، انت عايز ايه، ابسط الاشياء. ودي مش محتاج بقى نقول بقى وزير التربيه والتعليم. حضرتك احنا عندنا طبعا برامج كتير في التلفزيون وبتبقى موجوده فيها لغه الاشاره، وبيبقوا على طول موجودين معانا، وصلاه الجمعه اعتقد فيها لغه الاشاره. فيها بس بتبقى تحت خالص. مش انك غير لما تكون انا شايف بحجم حضرتك. طبعا انت قناه متخصصه ليهم. شايف بحجم بالظبط. كامله بالنسبه لهم يعني. يعني بس اقصد انه كمان ده موجود ومتاح بشكل كبير، فممكن كمان يساعدهم. كمان قراءه الاخبار يعني يبقوا عارفين برضو، عارفين عايشين في ايه. ده حواليهم الجو حر برد، بكره في ايه، رايحين فين، الحركه. انطباعات الاهالي بقى ايه؟ ايه الاهالي شوف اقول لحضرتك حاجه. جبر الخواطر ده يعني انا بعمل لهم حاجه كمان فيها دراما. خمس دقايق دون ان انا طب خلينا ناخد دي الدراما دي بعد فاصل كده قصير ونتوقف، وخلينا نقول لكل اللي بيسمعونا بنحبكم قوي قوي، تابعونا بعد فاصل قصير. رجعنا تاني لحضراتكم بنتكلم على اصحاب القلب الطيب اللي احنا بنحبهم، واللي علشانهم كمان احنا بنقدم الفقره الخاصه دي لمنصه وعلى اليوتيوب بتقدم اشياء ثقافيه وطبيه وترفيهيه وفنيه. وطبعا ضيفنا الفنان اسماعيل فرغلي الطيب اللي بيحاول يناقشهم ويقدم لهم ده. في عجاله سريعه حضرتك قلت لي انه هتعمل حاجات دراميه. بالظبط. ان هم عندهم القدره بدليل الدكتور طه حسين عميد الادب العربي كان ايه، طبعا بيتهوفن كان ايه، طبعا يعني عايز اقول ان في نماذج ان انت ما كتيره. هم مش عايزين نبقى بنتكلم معاهم بلغه العطف، لا انت تقدر لغه القوه والاراده، هو موجود. بالظبط. قادرون هم قادرون، بس اديهم الفرصه. ايوه. فان شاء الله باذن الله هعمل لهم حاجات، ومعايا بعض ممثلين برضو زمايلي حابين الخير قوي، ان احنا نعمل حاجات دراما، وهنشارك برضو اصحاب هبام تانية اكيد ان شاء الله باذن الله. اكيد. الاهالي موقفهم ايه؟ اكيد سعداء جدا بقناه زي دي، لان هي طبعًا تفرق معاهم كتير. طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجه معلش مهمه جدا، يا ريت انا بدعو كليات الاعلام اللي في مصر مشاريع تخرجهم زي ما حضرتك عارفه ان كل 4-5 طلبه في نهايه السنه الاربع سنين يعني بيتعمل مشروع. المشاريع دي بتروح فين؟ صحيح. بتتركي. تعال نتكلم على ارض الواقع، خلي مشاريع التخرج يعني يا ريت مثلا السنه دي كل مشاريع التخرج بتخدم الصم، السنه الجايه محو الاميه، يبقى في تواصل. طبعا خلينا نقول ده، اعتقد انه مش هتتاخر ابدا كليات الاعلام في مصر او معهد السينما او الفنون المسرحيه عن هذه المساعده، ينضموا بيعملوا حاجات جميله. انا بشكرك شكرا جزيلا. فكره رائعه وفكره كلها طيبة من قلوب طيبة، وهنتابع معاك وإن شاء الله إلى الأمام، ونفضل إحنا معاك برضو نقول إحنا بنحبكم جميعا وتفضلوا معنا. خليني أقول لكم وأنا بحبكم إني أنا بختم التاسعة النهاردة، لكن مش ختام الاستوديو، لكن هروح معاكم الجرش، جرش مهرجان جرش كنا موجودين فيه، والتقيت مع الفنانة نداء شرارة اللي عملت حفلة جميلة وكانت على فعاليات مهرجان جرش، وغنت للسيدة أم كلثوم، وغنت لعمرو دياب، وغنت لأصوات كتيرة جدا. نداء شرارة يعني الحوار أتمنى إن هو يعجبكم، حوار لطيف كان سريعا جدا، وطبعا ده كان قبل حتى الحفلة بتاعتها. تعالوا نروح نتابع هذا اللقاء ونلتقي غدا معاكم بإذن الله في التاسعة، ولكن فاصل قصير واتبعوا معنا لقاء نداء شرارة على هامش فعاليات مهرجان جرش في دورته 37. بشكرك شكرا جزيلا.
طبعا عايزه اقول لكم اجواء جرش كلها مبهجه ومفعمه بالحياه، لكن انا سعيده جدا اني مع بنت الاردن الجميل، الصوت الرائع، الصوت اللي هيتلألأ على مسرح جرش غدا. وطبعا خطفناها من البروفات، المطربه الجميله اللي بنحبها كلنا طبعا في مصر، نداء شراره. صباح الفل، مساء الفل، صح الاثنين يمشوا؟ اه طبعا بيمشوا الاثنين. يسعد قلبك يا ربي، احنا خطفينك من البروفه انا عارفه. يسعد قلبك يا ربي، بس لا طبعا لازم اطلع، واساسا انا مبسوطه ان انا معاكي. احنا كمان مبسوطين. نداء قولي لي، جرش بالنسبه لك ايه؟ يعني دي احكي لي حكايه جرش بالنسبه لنداء، الصوت الاردني الجميل اللي يعني اكيد وانت طفله كنت بتيجي تحضري للنجوم المطربين، يعني طفله موهوبه اكيد، لكن انت الان نجمه كبيره، عندك حفله بكره على مسرح جرش. بصراحة يعني مسرح جرش بيعني لنا كتير، لأنه إحنا بالأردن من كنا صغار وإحنا بنشوف الحفلات الكبيرة، وأكيد أي حد بيكون بيطمح أنه هو يطلع على هذا المسرح، بس ما تخيلت أنه ممكن يجي يوم ويكون عندي حفلات. يعني أنا كل سنة بنزل، يعني هاي يمكن السنة الخامسة على التوالي عم بنزل بمهرجان جرش. بصراحة يعني كل مرة بكون واقفة على هذا المسرح ما بتمنى الوقت يخلص، قد ما هو بكون حاسة بسعادة وحاسة يعني بشعور يعني مخليني يعني انه انا فخورة بنفسي انه انا استحق يعني هاي الوقفة بهذا المكان الكبير. طيب يعني السنة الأولى غير السنة الخامسة، السنة الأولى على مسرح جرش لسه كنا بنقول أنا بتقدم لكم أهو أنا خلاص يعني بغني باحتراف، السنة الخامسة أنت مطربة خلاص ليكي اسم، ليكي أغاني، ليكي جمهور وليكي فانز، فكلميني على الاختلاف بقى في اختيار الأغاني. يعني في اختيار الأغاني بين أول سنة غنيت فيها في المهرجان وهلأ كنت أغني لفنانين طبعاً غيري أكيد، وما كانش عندي يعني لسه الألبومز والأغاني اللي هي خاصة فيها والناس حفظتها وبتحبها. هلأ بعد سنة الخامسة طبعاً ثلاثة أرباع الأغاني هي أغنياتي، بس هذا لا يغني إنه إحنا أكيد هنغني للست وهنغني للفنانين الكبار، وبنفس الوقت فينا نغني أغانينا بكل ثقة والناس بتحبنا وجاية تسمعنا إحنا علشان حبة أغانينا وصوتنا، وهذا الإشي اللي بيختلف. يعني حسيت كده ان في لكنه مصريه بقت موجوده. أيوة في البوم مصري شم ريحته يعني. اكيد دلوقتي بحضر لميني البوم مصري، طبعا مصر حبيبتي يعني. هي مصر انت حبيبه مصر اصلا يا حبيبه قلبي. مصر يعني خلينا اقول البلد اللي فتحت لي قلبها، يعني محبتها جواي اكثر من ان تعبر. وعلى فكره في مفاجاه بقى، انا بحضر اغنيه لمصر تحديدا. ايوه اديني كل المفاجات هنا في التاسعه. هي تحديدا اغنيه لمصر. يعني بتحضريها هتطلع امتى؟ هي بتغني يعني انا بغني فيها لمصر. حلوه قوي. مش بس باللهجه المصريه، باللهجه المصريه لان احنا عملنا حاجات حلوه زي حبيتك بالثلاثه وقالها لي وانت فرحه وسهرانه انا، وهلا عم بنخلص خلصنا ميني البوم مصري، بس المفاجاه بقى ان انا هغني في حب مصر. الله ده جميل. ومصر اعتقد هي اذا كانت بلد للمصريين بس هي الارض المفتوحه لكل الفنون يعني. فاللي بيغني لمصر ده هم بيعتبروه مصري، المصريين بيحبوا كده يعني. هم هيدوك المصريه لوحدهم يعني. بالظبط بالظبط طبعا، يعني شعب محب ومضياف، وفعلا هي مصر ام الدنيا. طب نداء انت قلتي لي انا رايحه البروفه وبحضر حاجات، وبما ان احنا طماعين وموجودين هتغني ايه؟ عايزه مقطع من اي حاجه هتروحي دلوقتي تعمليها في البروفه. هقول خليك هنا خليك وبلاش تسافر، بتقول يومين وتغيب سنة سنة، بلاش تسافر وتعالوا احضرونا. الله الله الله، ده دي احلى اغاني، دي العيون السود وردة. لا هاي دي خليك هنا خليك هنا خليتني للأستاذة وردة طبعا. اكيد طيب في اغاني كمان اردنيه من الفولكلور هتقدميها على المسرح بكره؟ طبعاً, طبعا اكيد، وراح اغني ابن النشامه اغنيتي اللي الناس كلها بتحبها، وراح اغني كمان ميدلي من الاغاني التراثيه اكيد، هذا يعني بلا شك.
طيب انا كمان عايزه يعني اعرف منك، انت دلوقتي في السنه الخامسه بتحضري بتقبلي بقى على عندك حفلات كبيره وعندك حاجات كتيره، كل جمهور بتنقي له اغاني معينه ولا بتقدمي الجديد عندك؟ لا انا كل يعني يعني كل الحاجات اللي انا بغنيها يعني يعني اللي انا يعني اعمالي الخاصه بغنيها في كل الحفلات طبعا، لان الناس بتطلبها وبتحبها وهيك. بس طبعا مثلا في 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 بلدان بكون فيها مثلا الجمهور هو بكون طالب اشياء معينه، من تراث الجمهور ده عايز الاغاني دي بالضبط، من تراثه ومن طبيعه فولكلوره وهيك، فانا بقدم له هاي الاشياء كمان اكيد. خلينا نقول بما ان احنا في الاجواء المبهجه دي اللي فرضها مهرجان جرش والشعار بتاعه ويستمر للفرح، والفرح كان من امتداد العرس الجميل لولي العهد، ونداء شراره كنت موجوده في هذا العرس بصوتك وكان عامل اجواء رائعه، المشاركه دي كلميني عليها وتجربتها. يعني كان احلى شيء بصراحه صار معي من ساعه ما خلصت ذا فويس حتى هاي اللحظه، بصراحه يعني كان بالنسبه لي شيء مثل الحلم اني انا اكون موجوده في عرس سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني الله يحفظه. ف وهم قديش يعني خلينا اقول لك احنا يعني كنت حاسه انك واقفه مع العيله، يعني كلكم عيله واحده. كان يعني كل بيت اردني كان حاسس انه الفرح في بيته، من قد ما كان الحدث هذا بالنسبة له أثر كبير على نفسيتنا وقلوبنا. وقديش العائلة المالكة إحنا دائماً بنتغنى وبنحكي وبطيبتهم وبكرم أخلاقهم وبذوقهم وبتواضعهم، هذا أهم شيء. قولي لي بصراحة، هل أنت اخترتي الأغنية ولا هم قالوا لك إحنا عاوزين أغنية كذا مثلاً من الفولكلور تغنيها؟ احنا بالنسبه ليوم العشاء اللي اقامته جلاله الملكه رانيا احنا كنا عم بنحضر مجموعه اغاني، فصار هي طبعا تشاورنا مع الاخصائيين الموسيقيين وكل شيء. وبالنسبه ليوم العرس طبعا انا كنت عارفه ان انا هغني في الفرح بس ما كنتش عارفه الاغنيه، لما قالوا لي هتغني للست وام كلثوم طبعا هنا صار عندي رهبه زياده طبعا، لان بقى انا بالنسبه لي ام كلثوم هي قلب الغناء العربي. يعني لو كانت استاذه فيها يا حبيبتي تسلمي لي، ما يعني ما باجي شيء جنب ام كلثوم، بس انه كان بالنسبه لي ان انا اغني للست ام كلثوم بهذا الحدث زود علي المسؤوليه، وانبسطت انه الناس حبت والكل انبسط وعجبوا طريقه غنائي. بتعرفي على التوتر طبعا. احيانا بيروح 50% من الاداء، بس انبسطت يعني كنت راضيه عن ادائي، لان انا كان فعليا كل حاجه حساها كانت طالعه في صوتي طبعا احساس. طب قولي لي لو انا رجعت كده بيكي بالزمن مع تجربه ذا فويس وانت دلوقتي نداء شراره، تعمليها كنت تاني وحاسه ان هي قدمتك بشكل كويس ولا ما تعمليهاش؟ قولي لي بصراحه. لا بصراحه برجع بعيد هالتجربه، او يمكن بعيد النظر يعني مش عارفه، بس انا يعني مو عارفه يعني يمكن هلا عقلي بطل زي زمان، بس انا بالنسبه لي مثلا ممكن بعيدها وبستفيد اكثر بالعكس. وطبعا ما فيني انكر انه في ست كانت جندي مجهول لما كنت انا بذا فويس هي شيرين عبد الوهاب، طبعا هي قدمتني بشكل حلو كمان للناس، مش بس يعني مش بس. معقول بتحبي شيرين؟ طبعا حافظ لها كده مقطع نسلم على شيرين بيها؟ اكيد طبعا حبيبة قلبي. يا ليالي روحي له عن شوقي ونار احكي له، يا يجي لي يا اما هاجي له، مش قادرة في بعده اعيش، وقولي له كفاية ويخلي البعد نهاية، مش عايز انا غيره معايا والباقي ما يلزمنيش. الله 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 على الاحساس اللي عندك يا نداء. طيب انا سمعت حاجه غريبه قوي، شفت كده تعليقات الفانز بتوعك انه بيقولوا لك انت بتغني لعمرو دياب ولو سمع مش هيصدق الابداع اللي بتغني بيه اغنيته، ايه اللي حصل في اغنيتي مره لعمرو دياب والفانز علقوا كده؟
انا بالنسبه لي عمرو دياب دايما بقول لهم يعني هو عايش معانا يعني من كتر ما احنا بنسمعه. انا بالنسبه لي انا فعلا استغربت انا طول ما انا ماشيه في جرش في التاكسي في الشارع عمرو دياب في كل حته. طبعا عمرو دياب في كل مكان وزمان. انا بالنسبه لي هذا الانسان عبقري مستمر. الاستمراريه على فكره هي النجاح. نجاحه الاستمراريه. وعمرو دياب اي بعتقد انه هو من اذكى الفنانين بالعالم العربي او بالعالم طبعا كمان ككل، لان انسان حافظ على استمراريته. لسه لما تسمعي صوت عمرو دياب هلا هو نفس الصوت اللي سمعتيه في ما تخافيش انا مش ناسيكي. طب ما نسلم على الفانز اللي اعجبوا بالاغنيه دي ونبعتها لعمرو دياب كمان. يلا نقول بحب له انا اغنيه هنقوله رد عليك ما بقاش هيفيدك، ضعت وضيعتني من ايدك، يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش. الله الله. طيب اخر حاجة عايز اسألك سؤال، اعتقد انتوا المطربين ما عرفش انزعجتوا منه ولا لا، دخول الذكاء الاصطناعي على الاصوات، هل تتخيلي ان انت مثلا نداء شراره بعد شويه تلاقي صوتك الحلو ده متركب على حاجه تانية خالص؟ عامل لكم قلق ولا حاجه بتضحككم؟ لا هو مش بيضحكنا، بيضايق، لان في فنانين توفاهم الله انت ما اخذت اذن هذا الفنان وموافقته ان انت تستخدم صوته على حاجات، وبقوا بياخدوها من المنحى الكوميدي. مثلا لو ما بيجيبوا مثلا اغنيه اطفال بيركبوها على صوت فنان كبير ما يصحش وانت ما استشرتوش يعني. صحيح. يعني انا حتى الذكاء الاصطناعي بكل بالمجمل انا ما بحبوش، يعني حتى التقنيات اللي عم بتكون حديثه في انه الفنان يحضر فنان مش موجود. بتحسي كده ان حاجه صناعيه مزيفه مش ما فيهاش روح. لا ما ينفعش، زي حد ينزل اغنيه لشخص بعد ما يروح مثلا في صوته، يعني هو ما لك حق يعني. ما هل ان انتوا الاجيال الشابه دلوقتي يعني مثلا جيل السيده ام كلثوم اللي كانت بتنتقي تغني مع مين فين ازاي الاغنيه والساعه والمكان، عبد الحليم نفس الحكايه، فريد لطر، كل الاسماء الكبيره تعبوا قوي في المشوار عشان يوصلوا اغاني بسيطه، هل انتوا الجيل اللي جاي بقى هتبقوا واخدين بالكم قوي وتعملوا حقوق اكتر ومحدش قرب من اصواتكم لانه هم ما شافوش التقنيات الحديثه دي؟ دي حاجه بقى ما حدش يحلف عليها، لان التكنولوجيا مخيفه بصراحه، مخيفه جدا. بس انا كلي متامله بالناس اللي عم بتكون شغاله على هاي الابلكيشنز، يعني اللي عم تخترعها واللي عم تعملها، خدوها بالمنحى الايجابي، بلاش ناخدها بالمنحى السلبي، بلاش نبوظ الرموز بالضبط. وعلشان احنا ما يعني ما يصحش اني انا كمان برضه يكون في خصوصيه للشخص اللي مش موجود معانا. صحيح. يعني دي حاجه مش حلوه، يعني زي انا ادي قرار على حد مش موجود يعني. اكيد. نداء لانه بنختم اللقاء معاكي واحنا التلفزيون المصري اللي عندنا جوه مكتبات التلفزيون ابداع سيده ام كلثوم وفريد وفيروز وعبد الحليم وطبعا موسيقار عبد الوهاب وكل النجوم، تعالي انا وانتي نتحدى الذكاء الاصطناعي ونقول له اصواتنا الحلوه باقيه حتى بالاجيال الجديده. اختم لنا بحاجه سيده ام كلثوم، وانا بالتالي وكلنا بنتمنى لك بكره حفله رائعه باذن الله، وان شاء الله ناخد جزء منها ويشوفوها مشاهدينا في مصر، وموفقه باذن الله دايما يعني. فهنختم بقى انت مع الكاميرا، انا هسيب لك انت مع الناس تردي على الذكاء الاصطناعي بصوت جميل لسيده ام كلثوم. انا هسيب لك المايك. نقول تيرارارارا اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة، وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسل. شكراً.